احنا الامل تاعنا انه الشعب هذا يعاود ينوض نوضه صحيحه، كي نقولوا الشعب الامازيغي، لانه انا مؤمن بالامازيغيه تاعنا، بالهويه تاعنا، وما نؤمنش بالهويه العربيه وما نقبلهاش، وما تقدرش تكون نهضه على اساس اننا نعرب. برك نهار نقولوا احنا امازيغ ونوليو الاصل تاعنا والعروق تاعنا، لانه عربي ومسلم ما عندها حتى علاقه ببعضها، الاسلام دين والعربيه اصل، احنا ماناش عرب. شفت تاني واحد الباساج، واحد استاذ تاع تاريخ، واحد القهوي، واحد المارا، قال لهم يوغورتا كان يهضر القبيليه، كان معاه هو، وما يلمش الشعب الجزائري، وعقبة السفاح يلم الشعب الجزائري، لعنك الله واخزاك. المهم بref bon le live de ce soir il est terminé. هذا ولا غير نجاوب سي رحماني بورا ديزاين، تعطي الموقف نتاعك من فلسطين ساركازم. شوفوا يا جماعه، نهار داروا فلسطين قضيه اسلاميه خلت عليها، لانه لما اعطوها طابع اسلامي، كون يجيو دركا لي مارسيان من لابلانيت مارس وتديهم لفلسطين البيت المقدس، تقول لهم تاع من هاد البلاد، تقول لك هادي يا تاع اليهود يا تاع المسيح، تقول له المسلمين، تقول لك ما جاوهاش النبي تاعنا، ما جاهاش الاسراء، عندنا صورة الاسراء نمنو بها، بصح ما راح لهاش، ما دعاش فيها. فلسطين عطاوها قضية دينية، في الحالة هذه قضية دينية المشروع خاسر، لأنه فلسطين ماهيش أول أراضي الإسلام، ما عندها حتى علاقة بالإسلام، تفتحت مع الدول الأخرين. دونك هذه وحدة. ماتنا عرفت مات وفي الكونت نتاعو دي سنتان دو مليون دو دولار، والفلسطينيين سماهم أبناء الحجارة، ألور كان قادر يسميهم أبناء الكلاشينكوف. حماس حاكمة زون بيان سور، خوانجيات بزنس بها، القيادات تاع حماس ديما هما بصح السبوعة اللي طالعين هذوك لي كوموندون اكسترا، كل 5 سنين تجي اسرائيل تنقيهم. سؤال يبقى مطرح، الجهة الأخرى تاعها من هيه وين كاين هذاك العويتقة هذاك، الشعب يتمنى يعيش في إسرائيل. صرات اون ريمار وقت كورونا، قالوا لهم اللي عنده تيست بي سي ار في غزة، اللي عنده تيست بي سي ار يقدر يجي يدي كونترا تاع خدمة في اسرائيل. صرات اون كحل لوفا، الدنيا تقلبت، الناس كل حبة تخدم في اسرائيل. فلسطين نهار تولي قضية الشعب الفلسطيني مع المحتل الاسرائيلي، تتفرز القضية. مادام مدايرينها دوليا كقضية اسلامية، بربي ان شاء الله اليهود هادو تخرجوهم في لون 100 ميل 222. جي ريبوندو، هذا هو النية تاعي والعقيدة تاعي في الموضوع هذا. مسيو رحماني فو سافي كو السريع لو رابيد في وي السريع على بالي يطلع ب جو سي با 80 مليون البلاصة ولا ايه، يطلع ب 800 ويهبط ب 800 مليون ايه على بالي. قضية إنسانية، فلسطين مش قضية إنسانية. شوفوا يا جماعة في العالم هذا، في الحرب الأخرى هذه، بينت لكم شكون الإنسان. الأوكراني إنسان، الأفغاني ماشي إنسان، السوري ماشي إنسان، الجزائري ماشي، هادو كاع الإنسان هو الأبيض لو بلون، بلعوا 3 ملايين بلا ما يقولوا أح في 20 يوم، وحلوا لهم الدنيا وسجدوا لهم، فتحوا لهم المجالات والناس تدير ديارها، داروهاش مع الافغان، داروهاش مع السوارة، ما داروهاش مع الافارقة اللي هاربين، اللي هاربين من الفقر اللي محتموا عليهم الاستعمار. سي سا الاشكال. هادي حد شوفوا علاش انا نهبل من الجماعة اللي يهضروا وعندهم صيت كما نقولوا احنا، صدير
شعب يسمع لهم، تسميهم زيطوط، أمير ديزاد، عبود هشام، بن ستيرة، أنور مالك، هادو لي بلو كونو، شعب يسمع لهم. نكاز، غاني مهدي في لي زيميسيون تاعو تاع كانال 22، هادو الشعب يسمع لهم، هاربين عليا انا بزاف سي فولي في لوديما. هاد الناس حياتهم بكل هما المنظمات الدوليه، ويديروا المنظمات الدوليه والمنظمات الدوليه وحقوق الانسان، وداروا رابور هاي حقوق الانسان، هاي قدامكم المنظمات الدوليه. في افغانستان كي خرج منها الامريكان خلاها الروبلة، الناس تطيح من الطيارات، كان لا حقوق الانسان لا والو. لوكاشينكو جاب لهم قبل كالكو ريفيوجي 3000 ولا 4000 جاو قاطعين لابولون، خلاهم يموتوا في البرد بالسلوكة. هاي حقوق الانسان. الاوكرانيين تدهشوا تحلوا فمكم سرعة ابتلاع الاوكرانيين. الاوكراني انسان، الانسان في العالم اللي رانا فيه يا جماعه سي لو بلون، الرجل الابيض والمراه البيضاء. برك الباقي بكل دي دوغري، نص انسان، ربع انسان، زيرو انسان، ما كانش. سيتو سيتو، كون تعاودوا توليو لي زيماج برك، كيفاش كانوا يضربوا في ليبيا ويقنبلوا في العراق ويقنبلوا في سوريا، تحلوا فمكم. 2000 طلعه جويه، 800 طلعه جويه، النار. ما يشوفوا لا اطفال لا نساء لا يديروا شي يحبوا. السيده ويدير في عمليه تري بريسيز بارابور لونغير، داير انا جو تير شابو بوتين، برافو صعرف به، يل بروفيت دو توت لي سيتواسيون، برافو اكسلون. هذا يضرب يحب بلادو، مالغري كاين هو ثاني عنده الكعب في بلادو اللي يسيو باسكو يحبو يشيتو باسكو يحبو، مي برافو. اي فا ريكوبيري دي مليار دي مليار دي مليار دي مليار ابري لافير هادي. ميم لي زوليغارك اللي داولهم تهناو، فو كرواي كو ما حسبلهاش اكزاكتومون. الابيض لانه قوي، زيزو اوراغون وي، الابيض لانه قوي. ليه؟ شوفوا صرات ضربات على فاكسان وهضرناها، كي بداو لي فاكسان l'Europe elle a interdit d'exporter une dose de vaccin. Insania hadi. C'est-à-dire حنا نداويو. من بعد نتوما. من بعد نتوما. والناس حنا تاعنا اوليو اللي يفهموا الشعب يوعيوه تاع الصح، يهضروا مع الشعب هضره نظيفه. قال يا ولدي tu es condamné تكون قوي في بلادك، توقف على رجليك، العالم هذا الي دونجرو. او سبع ينحي سبع. اي ما كانش فيها لا الرحمه لا القانون الدولي لا ما كان والو، يا ابسولومون ريان. وي لو بلان حقار، وي بيان سور حقار، بيان سور حقار، كيما كانوا العثمانيين حقارين كي كانوا حاكمين العالم هذا. مدام ليلى لو موند هذا اللي يحكم فيه لا بويسونس يولي حقار. هكذا الانسان يحب يكون وحده بويسون، اي مانتيان لا بويسونس هذيك، دونك ما يخليش الاخرين يطلعوا، دونك يحارب مول الاخرين باش يطلعوا، لازم صح فورس ديبرا. كيما حنا درك عندنا اون اوكازيون اونور، شوفوا اون اوكازيون بالك جامي تولي لنا، انه درك نسنيو دي كونترا ديكسبلواتاسيون اي دانجينيري مع لي روس، ونبعثوا الشركات اقوى الشركات نتاعنا نحل لهم دي زونتين في روسيا. سي المومون، سي المومون سون اتراك ان انفيستي اون روسي. وي مدام نايرة، مول الدراع يفوت، هذا هو لو موند. هادو يهضروا درك باسكو لي ميديا تاعهم، بوتين ديو نشرعوه محكمة الأمن الدولي ولا ما نعرف شنو، لا شرعتو ربو لا قبري، شرعتها بوتين. السيد كون يسطي له عرق دوك يسطيكم بكل كيما راكم، بعد لوروبا دي كامل يفاصيها تولي جبانة. بصح ما قالوش نشرعو بوش بلار، هادو كانوا يقتلوا بالحنانه كي طيشوا البومبات تاعهم، حنان البومبات قبل ما تطربك فيك، دير لك انستيزي، ترقدك، تغني لك برصاص، ومن بعد تفجرك. فوالا كاين واحد ثاني هاد الايامات قاعد نتبع فيه، مثير للجدل، بن سلمان. اول مره يجي سلطان في
السعوديه مولا درع لو بونوم مولا درع صح il est en train de construire quelque chose de puissant في العربية السعودية بقى احنا نتبعوه سي نورمال باسكو obligé de voir ce qui se passe etc c'est normal c'est des données géostratégiques qui sont intéressantes parce que les conséquences de la situation في العربية السعودية والخليج تأثر علينا de manière directe direct ما شارعوش بشار الأسد محشع ضربهم بالبتاتا Voilà, de toute façon, bon, j'ai terminé le live. Ce soir, on n'a pas eu d'appel parce que les gens n'étaient pas préparés pour le live. Donc, je remercie tout le monde. Et